ان مهمه الدوله الاساسيه، يعني نرجع لقدام لورا شويه لما جه الكلام عن العقد الاجتماعي، جان جاك روسو وغيره وجون لوك لما اتكلموا على فكره العقد الاجتماعي. ايه العقد الاجتماعي ده؟ قالوا انه الناس بتتفق مع مجموعه صغيره انها تتولى اداره امورهم، واحنا هنسيب شويه من حريتنا في مقابل ان المجموعه دي توفر لنا الاحتياجات الاساسيه اللي على راسها الامن وحق الوجود وحق الحياه. يبقى في طرفين في العقد. في الاصوليه الدينيه يوجد رفض للاخر. في الاصوليه الدينيه كل واحد بيفتكر نفسه انه هو الوحيد الذي يمتلك الحقيقه المطلقه. اي واحد بيعتنق دين معين هو شايف نفسه هو دينه هو الوحيد الصح، كويس، هو حر. لكن ما ينفعش ان انا لاني مدرك ان انا بس اللي صح فهذا يتطلب مني اني اضطهد الاخر واقطع رقبة الاخر واتعامل مع الاخر على انه اقل مني وازله، يعني هذا ليس مقبولا. الكنائس الوحيدة في مصر في العالم، انا لما اسأل واحد انت مسيحي منين يقول لي انا مشيخي امريكي، ابونا هيقول انا من الكنيسة القبطية الانجلية، الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الكنيسة القبطية الكاثوليكية. وحتى الادفنتست قابلت راجل امريكي من يومين قال لي انا من الكنيسة القبطية الادفنتست، يعني معناها ان لاهوت الارض قبل لاهوت العقيدة. الهجرة الداخلية ممكن تيجي من مش بس العنف الطائفي اللي بيواجه الأباط أو التمييز اللي بيواجههم أو المشاكل اللي بتواجههم، لا كمان ممكن يجي من سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة خصوصا في محافظات الصعيد. يعني لما أتكلم مع حد مثلا من أهلنا اللي كانوا في ليبيا واتقتل من عيلة واحدة في لحظة واحدة، اتقتل 7 أفراد وكان قبلها بسنة واحدة أحد أفراد هذه العائلة اللي هو الأخ الأصغر اتاخد مع 100 شخص تاني من نفس المكان وعذبوا لأسابيع، فيهم حد اتقتل يعني مات من كتر التعذيب. فلما ألاقي إنه شخص وسط الظروف دي ووسط المشاكل دي هو مصر إن هو يبقى لسه موجود في بلد زي ليبيا، بلد النظام تقريبا انهار بشكل كامل، اللي بيسيطر على الارض جماعات متطرفه على اساس ديني، لما الاقي ان الشخص ده او العيله دي، يعني عيله كامله، العيله دي لسه مستمره هناك ومصرين ان هم يستمروا حد ما اتقتل منهم 7 افراد، اذا لا انا هنا عندي مش ظروف اقتصاديه واجتماعيه سيئه، انا عندي ظروف طارده.